انت عايزني اكون عصفوره ولا ايه؟ لا يا استاذ، مش انا اللي افتن على زمايلي. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب، فيديو جديد. الموظف العصفوره. من العوائق النهارده في مجتمعنا في الغالب، يعني في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، التخوف من اللي يتصف الانسان بالموظف العصفوره. الموظف العصفوره اللي بينقل للمدير احوال الموظفين. فهو طبعا انك تنقل وتفتن على زمايلك وتقول كلام ما حصلش عشان تاخد بونت عند المدير، والكلام ده كل ده مرفوض. انما انا بتكلم في حاجه محدده، لان شفت اتعطلت شعيره الامر بالمعروف بسبب التخوف الزائد من هذا الوصف المنفر. انت دلوقتي شفت زميلك بينام في الشغل، شفت زميلك بيزوغ من الشغل، شفت زميلك بيعمل حاجات غلط في الشغل. طيب لو انا نقلت للمدير هكون موظف عصفوره، وانا العصفوره ونقوع على العصفوره وخاف من العصفوره بينقل الكلام، فانا مش عايز الجو ده. طب اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اول شيء تعمله تنصح هذا المخطئ، تقول له اتق الله، ده حرام، لا يجوز، ده مخالف للامانه. تنصحه مره واثنين وثلاثه. نصحته مره واثنين وثلاثه وعشره وما استجابش، اعمل ايه؟ لازم تبلغ المسؤول لكي تنكر المنكر. احنا يا اخواننا كمسلمين مأمورين اننا لو وجدنا منكر اللي احنا ننكره. من رأى منكم منكرا فليغيره، ده الاصل. شفت منكر تغيره، الاصل ان طاعة الله هي السائدة في الارض. طيب شفت منكر تغيره، قدرت تغيره بإيدك بدون مفاسد، قدرت تغيره بلسانك، ما قدرتش يبقى إيه، بقلبك زي ما أنتوا عارفين. طيب ينفع أستعين بحد عشان يغير المنكر؟ ده واجب عليك. لو عرفت إن المسؤول ده أو الشخص ده قادر على إزالة المنكر، يجب عليك اللي أنت تقوله أو تستعين بيه لإزالة هذا المنكر. ده في الحالة دي بقى أنت مش عصفورة ولا حاجة، في الحالة دي أنت راجل تتقي الله وتأمر بالمعروف. ولو الفكر ده ساد بالضوابط دي هتلاقي الشغل بقى أحسن. مش عايز أقول لك إن الدولة نفسها تبقى دولة من دولة متخلفة لدولة متقدمة. لأن مفيش حد بيقصر في شغله، كل الناس بتتواصى إن هم يؤدوا الشغل كما يجب. أيوه، تروح تقول ويعرفوا عنك كده إن المخطئ بيتبلغ عنه ما دام ما التزمش بالنصيحة، وهيبان صدقني الفرق بين اللي بيبلغ عشان يحوز درجات عند المدير وبين اللي بيقولها تقوى لله عز وجل. اللي بيقول كده عشان المدير ممكن يعدي واحد ويمسك في التاني، لكن انت سيان عندك كل الناس. ما دمت انت شفت، احنا مش هنتجسس، انا في حالي، لكن انا شفت حد بيغلط بقول امسك، لا يجوز، نصيحة مرة واثنين وثلاثة ما استجابش، تبلغ المدير. اخطاء لازم تبلغها، بلاش يا اخواننا السلبية اللي بتودينا ورا قوي، واللي انت هتبقى مسؤول عن ذلك. مش شفت المنكر؟ ما انكرتش ليه؟ ما غيرتش ليه؟ مش قادر؟ لا، تقدر بالاستعانه بالغير. وحط نفسك مكان صاحب الشركه او المدير، هل لو في تقصير في الشغل هيخسرك فلوس، مش كان نفسك حد يبلغك علشان تاخد الاجراءات لمعاقبه هذا الموظف خائن الامانه؟ يبقى انت هتبقى عصفوره والخائن الامانه ده مسكين. لا، ده خائن الامانه هو ده اللي يعاقب، لكن انت مش عصفورة ولا حاجة، انت راجل محترم، راجل بتتقي الله عز وجل. لازم يا اخوانا لما نشوف الخطأ في اي مكان ننكره بقدر المستطاع بدون مفاسد تحصل لك، زي مثلا الحبس او القتل او النفي اللي هو بنسميه الاكراه المعتبر. ودي ما بتوصلش لكده، بيوصل بس ان واحد ايه بيزعل منك، بيخصمك. يا عم يخصمك يخصمك، طبعا انت ما بتخصموش، هو خد جنبي خلاص، بحاول طبعا اكلمه مفيش مشاكل، لان انا ما بقاطعش اي حد مسلم، لكن هو خد جنبي وزعل، يزعل، لان انا ما برضيش الناس، انا برضي ربنا تبارك وتعالى. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة. اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.